السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ إن شاء الله النهاردة هنتكلم على حلقة مختلفة، ألا وهي النت المظلم، النت العميق، الدارك نت، الديب نت. ليه يا جماعة النت اتسمى بالاسم ده اللي هو الديب نت أو الدارك نت؟ اتسمى كده عشان في ملايين المواقع والخدمات، والخدمات دي والمواقع دي ما بيتمش أرشفتها. يعني ايه ما بيتمش أرشفتها؟ يعني مش موجودة في محركات البحث زي مثلا جوجل، زي مثلا بينج، زي جو. دي سيرش انجن مشهوره، محركات بحث اشهرهم جوجل. فمش من خلال جوجل هدخل عليه كده عادي جدا فاعمل سيرش فهلاقي اللي هي الجزئيه دي، وبالتالي يا جماعه بيبقى صعب العثور عليها، واصلا يعني لا يمكن الوصول اليها بالطرق التقليديه اللي هي المعروفه، اللي هو عن طريق جوجل كروم، انترنت اكسبلورر، مثلا فايرفوكس. الديب ويب ده يا جماعه لا يخضع لأي رقابة من أي جهة، وصعب جدا اللي هو نبقى متعقبينه، صعب تعقبه، وبالتالي يعتبر شيء شبه مستحيل اللي احنا نقدر نسيطر عليه. طيب بالنسبة بقى ايه أشهر الشبكات بتاعت الديب ويب دي؟ في مثلا شبكة اسمها تور، TOR، دي شبكة معروفة عشان من خلالها أقدر أخش على الديب ويب. في مثلا فري نت، في مثلا I2P، دي يعتبروا اشهر ثلاث شبكات بالنسبه للديب ويب. وطبعا يا جماعه كون الديب ويب غير خاضع لاي رقابه، فبالتالي ده بيعتبر سوق سودا. سوق سودا لايه؟ سوق سودا لحاجات كتير جدا. على سبيل المثال مواقع تزوير، تسريب معلومات، عمليات ارهابيه، بيع وشراء مخدرات، مثلا اختراق مواقع او اختراقات بشكل عام، هاكينج، وبرامج مثلا او برامج خبيثه، مثلا كتب وفيديوهات ممنوعه. كل دي حاجات هنلاقيها على الديب ويب. عايز بس يا جماعه ااكد اللي اخر نقطه عايز ااكد عليها، اللي احنا يعتبر بنستخدم 4% فقط من النت. يعني النت المظلم او الدارك نت او الديب نت ده يعتبر 96%. يبقى احنا اذا ما نعرفش غير ال 4%، اللي هو بقى السوشيال ميديا والمواقع والداونلود والافلام واليوتيوب، وكل ده لا يمثل اكتر من 4%. هنشوف دلوقتي يا جماعه فيديوهات، حوالي 5 أو 6 فيديوهات من الديب ويب. في البعض منها هيبقى عنيف شويه، البعض منها غير مفهوم، ولكن الحاجات اللي انا هعرضها لكم دي من على الديب ويب. انا بحذر اللي محدش يخش على الديب ويب عشان ليه طرق هنبقى نتكلم عنها فيما بعد. هناخد فاصل ونبدأ نتفرج على الفيديوهات دي. بس عايز اقول لكم يا جماعة احنا عايزين نوصل ان شاء الله لأول 1000 سبسكرايب، 1000 مشترك. دعمكم مهم جدا بالنسبة لي، والشير واللايك. يلا ناخد فاصل ونشوف الفيديوهات دي.